اللي حصل حقيقي في نهطايه زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير. طبعا بنشكر الزميله جرمين على هذا التقرير المهم جدا واللي حصل في قريه نهطايه عشان تكون قريه نموذجيه. ده المثال اللي قدامنا عشان نبتدي نكرر هذا المثال في قرى المحافظه بشكل عام. الاهتمام بسوق هذه القريه، الاهتمام بطلاء واجهات المباني، الاهتمام بالاسفلت وقعد رصف بعض الطرق والشوارع، الاهتمام بقطاع الصحه وقطاع التعليم، الاهتمام بالرقمنه والتحول الرقمي، الاهتمام بانشاء قطاعات مختلفه داخل القرية. يعني في مجمع الخدمات الحكومية، في مجمع آخر للخدمات الزراعية المختلفة تقدم داخل هذه القرية، في غاز طبيعي داخل هذه القرية. فكل هذا المجهود عشان نعرف إيه اللي حصل بالظبط من مؤسسة حياة كريمة ومن مبادرة حياة كريمة المهمة للغاية في قرية نهطاي. دلوقتي طبعا معانا ضيوفنا اللي هيكلمونا عن هذا الموضوع، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية، والأستاذ محمود ممتاز المنسق الإعلامي لحياة كريمة بمحافظة الغربية. برحب بيكم، أهلا بيكم معانا في صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني أستاذة نجوى، زي ما حضرتك شفتي في التقرير، اهتمام كبير جدا حصل في نهطاي ومجهود كبير عشان تخرج نهطاي بهذا الشكل. الأول خليني أقول لحضرتك أن التدخلات اللي تمت في نهطاي وفي كل قرى مركز زفتة هي تدخلات طبقا لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويمكن مبادرة حياة كريمة بالمحاور الأربعة اللي احنا شغالين عليهم، البنية الأساسية ومحور الإنسان والتدخلات الاجتماعية والتدخلات الاقتصادية، لو جينا دخلنا شفنا نهطاي كقرية نموذجية من ضمن 54 قرية، هنجد ان احنا نفذنا جميع اهداف المبادرة داخل القرية. عملنا اسواق نموذجية، عملنا موقف متطور، خدمات للسوق وللموقف، عملنا حديقة ومتنزه بكورنيش للمواطنين، دخلنا عملنا مجمع للخدمات ومجمع ومركز شباب وصحة، تعليم شباب، إطفاء، كل أهداف المبادرة بمحاورها تم تنفيذها داخل قرية نهطاي. عظيم، تدخلات في كل القطاعات يا فندم. أستاذ محمود، عايز أتكلم مع حضرتك عن بناء الإنسان وتنمية قدرات الإنسان اللي هيبقى موجود، هو يعني هو اللي هيستخدم كل هذه التكنولوجيا الحديثة. إيه اللي تم في هذا الموضوع؟ يمكن صباح الخير اول كل مشاهدينك استاذ محمد. يمكن خلينا نبدا بكلمه سياده الرئيس، احنا هنخش القريه مش هنطلع منها لما تكون مكتمله. يمكن الناس كلها توجهت ان هيتم بناء مؤسسات وبنيه تحتيه وتطوير، ولكن سياده الرئيس كان يقصد انها تحقيق التنميه المجتمعيه، ودي مش هتتم الا من خلال بناء وتنميه الانسان. يمكن مبادره حياه كريمه العالم كله اعتبرها واحده من المبادرات الرائده على مستوى العالم لتحقيقها لل 17 هدف بالكامل الخاصين باهداف التنميه المستدامه، سواء القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحه السليمة، النظافة، العمل تحت الماء، العمل المناخي وغيرها من الأهداف 17. بناء الإنسان كان لي محور اهتمام جدا للسيد المحافظ والمحافظة في محافظة الغربية. كان عندنا تدخلات اقتصادية وأيضا تدخلات للتنمية البشرية. يمكن خليني أذكر حضرتك على سبيل المثال الحصري أن المبادرة قدرت من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي توفر أكثر من 15,000 فرصة عمل لأبناء مركز زفتة، سواء من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة اللي قدر يوفر أكثر من 4,738 فرصة عمل، أيضا مديرية القوى العاملة وفرت 4,333 فرصة عمل، وكذلك برنامج مشروعك قدر يوفر من خلال 95 مليون جنيه، قدر انه يوفر 1,615 فرصة عمل. يمكن بإجمالي المشروعات الأخرى قدرنا نوصل ل 15,000 فرصة عمل داخل مركز زفتة. كذلك أيضا موضوع التنمية البشرية، يمكن بناء الإنسان وتنميته هو ده الإنسان اللي هيحافظ على المؤسسات والمنشآت اللي أنشأتها حياة كريمة، وبالتالي كان في اهتمام جدا بعدد من القوافل. كان عندنا ما يقرب من 311 قافلة، سواء طبية أو بيطرية أو اجتماعية أو زراعية، قدرت أنها فعلا تبني الإنسان وتساعده اجتماعيا وثقافيا وصحيا. جميل جدا أستاذ محمود. أستاذ نجوى، عشان نوصل لتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع أعتقد أن المهمة ما كانتش سهلة على الإطلاق. لا طبعا. طيب ازاي تمت هذه التدخلات في كل هذه القطاعات بالتوازي في نفس التوقيت؟ لا برضو انا عايزه بس اضيف على اللي قاله الاستاذ محمود، برضو ان احنا الشمول المالي من ضمن الحاجات اللي احنا ركزنا عليها، من ضمن الحاجات اللي احنا استهدفناها في زياده الوعي عند المواطنين. خلينا نقول ان محافظه الغربيه محافظه فيها ندره من الاراضي. احنا في من خلال حياه كريمه وصلت المساهمات الخاصه بمشاركات المواطنين بالتبرعات باراضي لتنفيذ العديد من المشروعات. عندنا العديد من المواطنين ساهموا معانا في العديد من الاراضي، بالاضافه ان احنا بمعنى يا فندم ساهموا
يعني ساهموا تبرعوا بأراضي لتنفيذ المشروعات. عظيم. وخلينا نقول برضو إن حياة كريمة في مجملها في المبادرة هي نفذت ما أهداف أو عمل وزارة التنمية المحلية أو الإدارة المحلية من خلال نحن المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار وتحديد المشروعات اللي مطلوبة. يعني إحنا في بداية المشروع المبادرة قعدنا مع عملنا لقاءات جماهيرية موسعة في جميع القرى وسمعنا كل الاحتياجات ورصدناها. ومش كده وبس، ده احنا الحاجات اللي انتوا نفذتوها دي اللي الناس كانت طالباها. جدا. ومش عايزه اقول لحضرتك احنا قعدنا بعض المشروعات ما كانش ممكن او مش مستهدفه وكانت من ضمن الاحتياجات اللي طالباها الجماهير، زي مركز شباب نهطاي وزي مدرسه التعليم الاساسي اللي ممكن حضراتكم صورتوها وجت في التقرير، من ضمن الحاجات اللي المحافظه سعت لتنفيذها لان احنا كنا محللين الاحتياجات من خلال استمارات ساهمت معانا فيها مؤسسه حياه كريمه مع المحافظه، وحللنا كل الاستمارات دي علشان نوصل للاحتياجات اللي توصل لرضا المواطن، وده الهدف اللي احنا بندور عليه. لان زي ما حضرتك تعلم ان دلوقتي الموازنه او الخطط الاستثماريه والتدفقات الاستثماريه اللي بتتم دلوقتي بنظام البرامج والاداء، واللي هي بتقيس مدى ان المشروعات دي تحقق الرضا المواطن، وان المشروعات دي بالاستثماراتها في استفاده لاكبر مجموعه من الناس ولمده طويله. ده عظيم استدامه جداً. ده عظيم جدا ارضاء الناس اللي موجودين. انطباعات الناس ايه عن المشروعات اللي تمت هناك؟ يمكن خليني اقول لك مقول الطفل، احنا بنسجل مع يعني مردود راي الناس في حياه كريمه. يمكن الطفل قال ان قريه نهطاي اللي اتزاع عنها تقرير بقت مدينه، ويمكن ده معظم النقاشات والكومنتس اللي بيجينا على صفحه الفيسبوك للمحافظه، ان اهالي مدينه زفت المدينه نفسهم بيطالبوا انهم يكونوا زي قريه نهطاي، ان فعلا بقت قريه نموذجيه 100% من المشروعات بتاعتها اكتملت. نهطاي يمكن القريه الاولى او اول قريه على مستوى الجمهوريه يكون فيها كورنيش، فلك ان تتخيل ان في قريه ضمن قرى الريف فيها كورنيش بيضاهي الكورنيش الموجود في عواصم المدن. كذلك ايضا التدخلات، ارجع تاني لموضوع التدخلات، التدخلات دي يمكن مش على مستوى الغربيه فقط، على مستوى الجمهوريه قدرت ان احنا نقفز بمصر في ترتيب اهداف التنميه البشريه من المركز ال 191 للمركز ال 97 على مستوى العالم. ده لان زي ما قال سياده الرئيس حياه كريمه فعلا بتغير وجه الريف المصري، مش فقط في مؤسساتها ولكن ايضا بناء الانسان. يمكن دايما الرئيس بيركز دايما على بناء الانسان وتنميته لان ده الهدف الاساسي من كل المؤسسات اللي اتبنت. يمكن احنا في الغربيه بننفذ حالي ما يقرب من 876 مشروع داخل 54 قريه و88 تابع بتكلفه تخطى 4 مليار. واقف عند الرقم ده بعد اذنك، يمكن اجمالي الخطه الاستثماريه للمحافظه على مدار الاعوام السابقه راح من 400 مليون ل 600 مليون. حياه كريمه فقط في مركز زفته استثماراتها وصلت او المشروعات ضخت فيها 4 مليار جنيه، ده رقم ضخم جدا. صحيح. بالنسبه لمركز واحد. هل هو موجه كله لنهطاي ولا الباقي؟ لا، لل 54 قريه وال 88 تابع. احنا عندنا قريه نهطاي هي القريه يعني في كل محافظه كان في قريه نموذجيه. قريه نهطاي هي اللي وقع عليها الاختيار، هي قريه اتفقنا العزب 100% من مشروعات قريه نهطاي. يمكن تقرير وضح ده للمشروعات اللي فيها. اقف بس عند مركز الشباب، يمكن ده اللي بيبين مجهود المحافظه فعلا. مركز الشباب ما كانش ليه وجود ولا ليه قطعه اراضي، قدر فعلا المحافظه بالتنسيق مع كافه الجهات ننشئ مركز الشباب من الزيرو اللي الان وصل الى نسبه 100%. عظيم. استاذه نجوى، الموضوع مش فقط تقديم خدمات للناس كمان، ده في تمكين اقتصادي، واعتقد ان دي نقطه مهمه جدا لان الناس في هذا المكان وفي هذه المنطقه يكونوا منتجين. طبعا يا فندم، احنا يمكن عندنا العديد من البنوك موجوده لموضوع الشمول المالي، وبدانا استهدفنا العديد من المواطنين وقدمنا خدمات والتوعيه بهذا الامر، بالاضافه الى ان احنا مش كده بس، ان احنا في انتشار لفكره رياده الاعمال وتدريب الناس على رياده الاعمال، وده كان من النقاط المهمة. لأن من السهل أن أنت تقترض أو تعمل مشروعك، ولكن من الصعب أن أنت استدامتك والحفاظ. صحيح. عليه. والهدف كان أن احنا أن المواطن اللي هيبتدي مشروعه أنه في استدامة ويكمل وما يحصلش له عثرات، وحتى لو في عثرات في من خلال ريادة الأعمال كنا بندربهم إزاي يقدر يجدول أو يعيد نفسه بحيث أنه هو
هو يقدر يعني ما يخسرش او يستكمل مشروعه بالشكل اللي احنا عايزين. ليه بنقول ان التمكين الاقتصادي من الامور المهمه؟ لان التمكين الاقتصادي بيترتب عليه الحفاظ او الفكر بيتغير، ان انت حضرتك خلاص انت عندك من الدخل اللي بتقدر تحافظ عليه وتحافظ على الموجودات او الحاجات اللي انت اكتسبتها من خلال المبادرة. عظيم طبعا، مجهود كبير جدا بذلته المحافظة حتى تخرج قرية نطاي الموجودة في مركز زفتة وباقي القرى ان شاء الله تحت. انا عايز اقول لحضرتك حاجة بقى. اتفضلي يا فندم سريعا بعد اذنك. ان احنا البنية التحتية، البنية التحتية دي خدت مجهود كبير جدا، المرافق، ودي كانت من اهم المكتسبات اللي احنا اكتسبناها في حياه كريمه. طبعا هي الاساس البنيه التحتيه، لو ما فيش بنيه كده تحتيه محترمه تليق بالفعل ما كانش هيكون في مشروعات بهذا الشكل. هنشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك استاذ نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظه الغربيه، والاستاذ محمود ممتاز المنسق الاعلامي للحياه كريمه بمحافظه الغربيه، شكرا جزيلا ليكم.